كثير من الناس اخواتي كيدور ليهم هذا السؤال في البال ديالهم، اللي هو ما هو الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر، وواش هما صلاة واحدة ولا كاين فرق بيناتهم، وكيفاش نقضيهم الى فاتني الوقت ديالهم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنجاوبكم على بزاف ديال الاسئلة في هذا الموضوع الهام الذي يجب على كل مسلم معرفته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أخواتي؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. فالسؤال أخواتي، ما الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟ فأخواتي كاين بزاف ديال الناس كيتخلط ليهم الأمر في صلاة الفجر. أحبابي، فصلاة الفجر كتسمى رغيبة الفجر، وهي سنة الفجر، سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان كيحرص عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كيحرص على الصلاة ديالها، ملي كيسالي الأذان مباشرة كنصلوها، والصلاة ديالها كتكون صلاة فرضية، يعني كل واحد كيصليها بوحده. وبالنسبة للصلاة ديالها فكتكون أخواتي سرية، والسور القرآن اللي كنقراو فيها سورة الفاتحة يعني ملي نكبروا، وسورة الكافرون في الركعة الأولى أحبابي، وبالنسبة للركعة الثانية كنقراو سورة الفاتحة دائما وسورة الإخلاص. فهذه هي السنة أخواتي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كيصليها بالتخفيف، يعني ما كيطولش في قراءة القرآن في الصلاة ديالها، هي هذه صلاة الفجر. فأخواتي فالمنافقين كانوا كيعجزوا على الصلاة ديالها فما كيصلوهاش. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كيتعرفوا المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الفجر، فكتجيهم أخواتي تقيلة يصلوها، لذلك خاصنا أحبابي نحرصوا عليها في وقتها. وصلاة الصبح أخواتي هي الفريضة، كيصليها الرجل جماعة مثلا كباقي الفريضة ديال الصلوات الخمس، والنساء كتصليها في البيت ديالها. فصلاة الصبح فريضة مفروضة علينا بحال صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء، وهي صلاة كتكون جهرية، كيصلوها الرجال جماعة في المسجد، أما احنا النساء كنصلوها في المنزل ديالنا، وحتى احنا يمكن لنا نجهروا فيها إلى ما كانوش معنا رجال أجانب، وكنطولوا فيها أخواتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كيصليها في يوم الجمعة بصورة السجدة وصورة الإنسان. قد ما طولنا فيها أحبابي مزيان، نقرأ مثلا شي صورة فيها الثلث أو الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كيصلي 50 حتى 60 آية. كنتمنى أخواتي هذا الأمر توضح لكم. والسؤال كذلك اللي كيدور في بال كل إنسان، إلى فاتتني صلاة الفجر والصبح ويعني وطلعات الشمس، واش كنصلي أولا صلاة الصبح عاد نتبعها الفجر، أم كنصلي الفجر عاد نتبعها الصبح؟ فهنا أخواتي العلماء اختلفوا في هذا الأمر، كاين اللي قال نصلوا سنة الفجر عاد نتبعوها الصبح لأنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان كيحرص عليها، وكاين اللي قال نصلوا صلاة الصبح عاد نتبعوها سنة الفجر لأنها فريضة واجب علينا نصلوها قبل السنة، وكاين اللي قال نصلوا غير صلاة الصبح. فالاختلاف رحمة. أخواتي وصلت إلى ختام هذا الفيديو، كنتمنىكم إلى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم لتعم الفائدة الدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله.